هنبدأ دلوقتي بقى نكمل الجزء بتاع البريكس. تمام، اتراه تفتكروا نراجع مع بعض كده، احنا كنا قلنا حاجة مهمة في البريكس، ان البريكس بتعتمد عليه او البريكنج فورس بيعتمد عليه. كنا قلنا اربع حاجات واتكلمنا على ثلاثة منهم، وقلنا خلي فيه واحدة هن ايه هنتكلم عنها في الاخر. كانوا ايه الثلاث حاجات اللي قلناهم؟ بريشر، اريا، كونتاكت اريا، وكوفيشنت اوف فريكشن. تمام، وكانت الرابعة اللي هي ايه؟ الهيت ترانسفير او الهيت ديسيبيشن. ايه تأثير درجة الحرارة على البريكنج فورس؟ تأثير درجة الحرارة بيظهر على حسب الماتيريال وعلى حسب نوع البريك ذات نفسه. تمام، واللي هو بيبقى بيطلق عليه كلمة البريك فيد. عارفين لو اتفرجتوا على فيلم اللي هو فورد فيرسس فيراري تقريبا، تمام، في اخر الفيلم لما خد العربية وطلع يجرب بيها قبل ما يموت على طول، يعني العربية تنفجر بيها على طول، تمام، ايه اللي حصل؟ بالظبط، راح قايل ايه؟ قايل اخر كلمه قالها بريك فيد، بريك فيد تقريبا حاجه زي كده، وراح على طول ايه؟ الدنيا باظت ولبس في اللي قدامه. بريك فيد يعني ايه اللي حصل للفرامل؟ راحت. قبل ما يحصل البريك فيد ده في الفيديو لو رجعتوه وتبصوا عليه تاني تلاقي الطنابير بتاعه الديسك من قدام بقى لونها ايه؟ لونها احمر قوي وسخنت قوي، تمام؟ وهو عمال يفرمل مفيش اي فرامل ايه؟ بتحصل معاه، تمام؟ ده هو اللي بيتسمى البريك فيد. البريك فيد ده ليه اسباب كتير بيحصل بيها. تعال بس نتكلم قبل ما نتكلم على البريك فيد ده على الماتيريالز. هي الفكره كلها ان الماتيريالز بتاعه البريك بادز اللي هي سواء بقى التيل الامامي او التيل الخلفي، سواء انا بتكلم على ديسك بريكس او على درام بريكس، تمام، الماتيريالز تعتبر في الاخر واحده. انا محتاج الماتيريال ديت تكون اولا ليها كوفيشنت اوف فريكشن عالي عشان اقدر ان انا بفرصه قليله. احنا قلنا ان هي بتبقى عمليه البريكنج اوبتمايزيشن، انا مش عايز فرصه كبيره قوي او بريشر كبير قوي عشان ما اعقدش السيستم بتاع البريكنج او ما زودش الباور جامده بتاعت البريكنج. ومحتاج كونتاكت سيرفيس اريا معقول عشان ما اكبرش وازود الوزن والكلام ده كله. فبتبقى الاوفست اللي ما بينه بيبقى ايه؟ ان انا اخد ماتيريال فيها كوفيشنت اوف فريكشن ايه؟ عالي شويه. ولازم تكون برضو محتاجه تستحمل درجات حراره عاليه عشان ما تسحش بسهوله، تمام؟ انتوا عشان تتخيلوا بس معايا يعني الفرامل بتسخن ازاي، انت بكل بساطه بس انت بايدك اقعد اعمل كده شويه هتحس ايدك مالها، سخنت سخنت وهتحس بالسخونيه دي. وانت بتتكلم ان انت ايه ده جلد وجزء طري، فتخيل بقى ان انت التيل ده ماسك على ايه؟ طنابير وبيبطئ عربيه وزنها على اقل طن، فهتلاقي ان الهيت جنريتد بتبقى ايه؟ عاليه قوي. البريك ماتيريالز لما لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا مش كنا اتكلمنا على اللي هو السنسور بتاع لما البريك لما اسمها ايه دي؟ اللايننج يخلص، صح؟ الالارم بتاع البريك، مش قلنا ان هو بيبقى ايه؟ كان عباره عن ان احنا البريك باد هي عباره عن ديسك او حته حديد راكب عليها البريك ماتيريال وراكب فيها اللي هو ايه اللي زي السبرينج ديت، او قلنا في العربيات الهاي اند بيبقى سنسور كهرباء، تمام؟ طب ايه اللي مثبت البريك ماتيريال او البريك باد ديت على الميتال؟ تبقى متثبته بحاجه من اتنين، يا اما بريفتس زي مسامير اللي هو الريفت ده اللي هو ايه البرشام. عارفين الالوميتال كله مش الالوميتال بتلاقيه متثبت دايما بحاجات كده عامله زي الدايره كده، صح؟ مش مسمار، مالوش راس مسمار بس عامله زي الدايره، ده اسمه برشام اللي هي الريفتس. بتبقى متثبته يا اما بريفتس يا اما بنستخدم لها ادهيسيفز لزق، بس لزق بيبقى يعني فيري هاي تمبريتشر ريزيستنت ادهيسيف، ان هو يستحمل درجات حراره عاليه وما يفكش ايه بسهوله خالص، تمام؟ كان زمان بيعملوا البريك بادز دي كلها اللايننج ده ذات نفسه كان بيتعمل من الاسبستوس، تمام؟ اسبستوس فيه كل الاوبشنز اللي احنا قلناها ديت، بس عيب الاسبستوس ايه؟ ماده اسمها الاسبستوس
ماده كانوا بيستخدموها زمان في العزل الحراري، الصوف الحراري. الافران القديمه، الافران القديمه قوي، العزل فيها كان بماده الاسبستوس ديت، والبيوت بره كان بيعملوها بالماده اللي هي ايه مع العزل. مش بتشوفوا فيديوهات اللي هم لما بيجي يعملوا البيوت ويعوزوا يعملوا العزل الحراري بيرشوا فوم كده ينفش وياخد المكان كله، ياخد المساحه كلها؟ دي الحاجات الجديده، الماتيريالز الجديده بتاعت العزل. زمان كانوا بيجيبوا صوف، نوع اصواف كده يتحط هو العازل الحراري، كان بيعملوا من الاسبستوس. بس الاسبستوس ده ماده ضاره جدا 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 على البني ادم، وبتسبب كل اي مرض وحش تتخيلوه لا قدر الله. الاسبستوس ده ايه؟ لو البني ادم استنشقه بيجيب له الامراض دي، تمام؟ فبالتالي بطلوا ان هم ايه يستخدموه في العربيه، يعني في كما بريك ماتيريالز للعربيات. ابتدوا يستخدموا ماتيريالز ثانيه تبقى داخله فيها شويه يعني سيراميكس، تمام، وداخل فيها شويه ميتالز. يعني تبقى من ضمن الحاجات اللي التيل الفرامل اللي تلاقوه نظيف شويه او بتاع عربيه نظيفه شويه، لو ركزت فيه تلاقي في حتت بتلمع كده لونها ذهبي، فضي ذهبي شويه، ده بقى نحاس. يعني النحاس بيدخل في الريزن اللي معمول منها التير بتاع الفرامل، تمام؟ فالله اكبر. فهم بقوا يستخدموا ماتيريالز ثانيه غير الاسبستوس، تمام، بتديني الفانكشنز دي كلها وما تبقاش ضاره على ايه؟ على صحه البني ادم. البريك فيت بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هو بيحصل ازاي؟ اولا هو يعني ايه البريك فيت؟ بريك فيت ان انت بتلاقي نفسك ان انت مهما بتدوس على الفرامل بتخسر القدره بتاعت ايه؟ البريكنج. انت بتفرمل ومفيش بريكنج ايه بيحصل. انا عندي نوعين من البريك فيت، نوع اسمه ميكانيكال فيت وفريكشنال فيت، تمام؟ الميكانيكال والفريكشنال فيت دول، الميكانيكال ده معتمد على الميكانيكال ستراكشر بتاع الفرامل ذات نفسها، وبما ان الميكانيكال ستراكشر بتاع الفرامل ذات نفسها بيختلف من ديسك لدرام، فهتلاقي البيهيفير بتاع الديسك والدرام للميكانيكال فيت مختلف تماما عن بعضه. تاني، احنا قلنا البريك فيت في نوعين، ميكانيكال وفريكشنال. ميكانيكال معتمد على الميكانيكال ستراكشر بتاع البريكنج سيستم، تمام؟ وبما ان الميكانيكال ستراكشر بتاع الدرام والديسك بريكس مختلفين، فهتلاقي الافكت على الاثنين مختلفين خالص. الفريكشنال فيد ده معتمد على الماده ذات نفسها بتاعه التيل ذات نفسه، فبالتالي بيأثر على الاثنين الديسك والدرام تأثير متشابه، بس بقى مختلف شويه لان الماتيريال اللي بيتعمل منها الديسك بريكس غير الماتيريال اللي بيتعمل منها الدرام بريكس. طب ليه؟ انا مش لسه قايل من شويه ان الماتيريالز يعتبروا الاثنين زي بعض؟ انتوا لو تفتكروا من المنظر، مين اللي كان ليهم كونتاكت سيرفيس اريا اكبر؟ الدرام بريكس ليها كونتاكت سيرفيس اريا اكبر. طب مش البريكنج فورس اللي باثر بيها او البريكنج بريشر، هل ده بيختلف من درام لبريك ولا هو مؤثر على العربيه كلها نفس البريشر؟ مؤثر على العربيه كلها، شال هيدروليك سيركت واحده، حتى لو هي تاندم ماستر سلندر بس هي هيدروليك سيركت واحده، او البريشر بيحصل له جنريشن من الماستر سلندر اللي بيأثر على الديسك بريكس اللي قدامه وعلى الدرام بريكس اللي ورا. فبالتالي لما يبقى البريشر ثابت والفورس ثابته، بريكنج فورس ثابته، ولو كونتاكت سيرفيس اريا كبيره قوي والكوفيشنت فريكشن الاثنين زي بعض، مين اللي تحس ان هو هيفرمل العربيه اكتر؟ اللي ليها كوفيشنت اللي هي كونتاكت سيرفيس اريا ماله اكبر، يعني الدرام بريك المفروض ان هي ايه تبقى اكبر. بس هل ده اللي فعلا بيحصل؟ لا، انا عايز البريك يبقى ديستريبيوتد على الاربع عجلات ايه شبه ايكوالي، تمام، علشان يبقى فيه يعني ستابيليتي اكتر للعربيه وقت ايه الفرمله. فبالتالي البريشر ثابت بس الكونتاكت سيرفيس اريا في الدرام اكبر من الديسك، فعشان اعوض دولت واخلي البريك فورس تقريبا في الاخر متساويه، بعمل ايه في الكوفيشنت اوف فريكشن بتاع ماتيريال الدرام بريك؟ بقلله سنه بسيطه،
بعمله من ماتيريال كوفيشنت اوف فريكشن اقل شويه من ايه من الديسك بريكس. تمام لا عشان البريشر ثابت بس هي الكونتاكت سيرفيس اريا بتاعتها اعلى. اه العب في الفاكتور الثالث بالظبط. تمام تعالوا نتفرج على الفيديو ده وهنفهم منه بالظبط ايه تفاصيل البريك فيت.